على صلاة صلى على صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلوم صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين السلام وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما كبار الظنان أن أرى في الحسين شباب آل مروان أبوانها كبار أنا في الحسين شبان مروان أبوانها فأوقفت الله في قبره وأرضه بذلك شيطانها ودي غدا تنهرها بغيها غدا بجمع من الأرض سد البروج وغطى النجود وغطالها وطلاش إذ لم يجد مهربا ولا زمة الطيب أو كانها محبا حيث يلقى الجموع أو ابني بماضي وحدانا وسامت ويركب أحد ابن
وكلما أخذت منه ازددت علما وفكرا وفهما. وفي عبارات مختصرة وفي توجيهات بسيطة، لكنها حياة الإنسان الفكرية والثقافية والعلمية. والوصايا والإرشادات الموجودة في هذا الموضوع. لكن حينما تجعله نظرية دون تفعيل، تقول أن هناك ما هو أفضل من هذا الدين، لذلك البعض يترك هذا الدين ويروح لدين آخر، لأنه لم يفعل ولم يفهم ولم يدرك هذا الدين إدراكا صحيحا، فتصور أن غيره أفضل. اليوم حديثنا حول تقابل التطوع في المنهج الإسلامي. مفردة من المفردات التي تجدها كثيرة في القرآن، في أحاديث أهل البيت بشكل واسع. قيم، مبادئ، لذلك الدين الإسلامي قوم نفسه على هذه القيم وعلى هذه المبادئ. الآن تجد أن في الدول الغربية، وكما قرأنا في إحدى المجلات، أن هناك ما يقارب من 94 مليون متطوع في العمل الاجتماعي. أربعة وتسعين مليون متطوع في العمل الاجتماعي، هذا غير المؤسسات، غير المؤسسات. أولئك لديهم هذه المفردة ومفعلة تفعيلا عمليا في حياتهم. العمل التطوعي بتعبير أبسط وسهل هو أن يوقف الإنسان نفسه لأداء وظائف اجتماعية وخدمات اجتماعية للآخرين دون مقابل. سواء كان ذلك في المجال الجسدي أو في المجال المالي أو في المجال الوقتي، فرد نفسه يعمل في هذا المجال. عندنا التطوع الاجتماعي هذا محور آخر، لكن ما نريد أن نشير إليه والعمل التطوعي
الاجتماعي. ديننا يحمل هذا، ديننا نشاء الى هذا، ديننا اوصى بهذا. نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم كان هكذا، اهل بيت الكرام كانوا هكذا في مجال التطور. الان تجد ان هناك عزوف وابتعاد، لكن خلينا هذه الليله في هذا المحور ثقافه العمل التطوعي الاجتماعي. اذا اردنا ان نجعل مجتمعنا مجتمع شعاره خدمه الاخرين، هذا يحتاج الى ابعاد ثلاثه. المعنى الأول هو البعد التنظيمي لهذا العمل، لأن الشيء واضح أن العمل عليه السلام إذا لم يكن مقوما على جنب تنظيمية بحيث أن تكون هناك أعمال ضمن منهجية معينة، العشوائية بالعمل ما ينتج، لابد من التنظيم، لابد من وجود قانون يحكم هذا العمل، يدير هذا العمل، يسير هذا العمل. الحركة العشوائية سواء كان على صعيد فردي أو على صعيد اجتماعي غير منتجة، وإن أنتجت فنتاجها يكون ضعيفا هزيلا، وإن بقي يوم أو ثلاثة نهايتها تنتهي تفشل. فلا بد من تأسيس هذا الشيء على قوام قانون والتنظيم العملي ميدان. شو بدنا في هذه المؤسسة الحسينية؟ هناك نظام معين يحكم هذه المؤسسة. لو يغير النظام الذي يحكم هذه المؤسسة بدرة وجيزة، ترى أن هذه المؤسسة لابد من تنظيم. هذا اذا كان على صعيد الامور البسيطه هكذا، فكيف على صعيد الدوره والحركه؟ هذا يحتاج الى اكثر نظاميه واكثر قانونيه واكثر وضوح للرؤيه. هذا جانب اول. جانب ثاني، البعد الثاني هو بعد تأهيل والتدريب للكوادر العاملة في هذا المجال. بعض الأحيان أنت تريد تعطي صدقة وتعطيها الإنسان، تريد يوصلها إلى أصحابها إلى مستحقيها، لكن هذا عنده بساطة في الأمور، ما جرب هذا المجال، فيمكن يجي قدام مجموعة من الناس ويعطي المال إلى المستحق، بحيث أن المستحق يشعر بخدشة قلبية نفسية، أو يشعر بأن
هناك في دلة. لذلك القرآن يقول قول المعروف خير شنو؟ من صدقة يتبعها لكن يوم يجي انت وتعطيه انسان لا عنده مفهومية وعنده معرفة وتدرب على المسائل وعنده خبرة على مسائل يجي حياة سلوك يحفظ فيه كرامة هذا المستحب يحفظ فيه إنسانية هذا الإنسان خليه معزز وعندنا احنا في الشريعة أساليب شلون أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يوم ذاك السائل يجي للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويسأله الحاجة يقول الإمام الحسن أو الإمام الحسين قال فرق بينهما زين ثم يمضي إلى الدار فيأخذ السرة من المال ما خرج إليه وإنما مد يده فأعطاه إياها شو طيب رسول أحد الحالة في المجال العمل التطوعي إلى أناس مؤهلين مدربين على هذه الخدمة على هذه المسؤولية على هذا العمل. الإمام الحسين كان بإمكانه أن يخرج ويقف أمامك ويقول لك تفضل شاه الله أراد أن يحفظ ما وجه هذا الإنسان ما يخليه يشعر بأي إهانة أو خدشة لا. إذا نحن حاجة إلى أن نفعل هذا الجانب. الشيء الآخر في مجال ثقافة العمل التطوعي الاجتماعي هناك بعد آخر مهم وهو نشر الثقافة التطوعية في مجتمعي. لا تقول والله في أربعة خمسة ما يكفي ما يطيق احنا بحاجة للمئات إلى كل المجتمع لأن هذا الأمر لكل إنسان كل إنسان يستفيد منه صغير كبير مرأة رجل بحاجة إلى أن ننشر الثقافة التطوعية في مجتمعنا نكثر من التوجيهات في هذا المجال نعقد ندوات في هذا المجال بالمسجد بالمعنى بمجالسنا ايضا نستضيف شخصيات معينه لديها خبره عندها معرفه عندها ثقافه في هذا الجانب خليها تحكي تتكلم وتوجه الى هذا الاتجاه ودينما كما قلنا من البيت غير مناقص ما شاء الله تعالى القران الكريم كثير من الايات بتشير الى هذا الجانب والعمل الصالح العمل الصالح ليس فقط الصلاه ليس فقط الصوم ليس فقط الجانب العبادي لا وانما الجانب الخدماتي حتى الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا هو العمل الصالح تعبيرنا احنا الان هو الجانب العمل الخدمات للاخرين كن عندنا النفس كن عندنا هذه الحاله حبا لاخيك المؤمن كما تحب نفسك الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا هاي الآية التي أيضا توجنا بمجلسنا هذا قول الله عز وجل فمن تطوع خيرا فهو خير له
أي حالة التبرع حالة من حالات اللي يحبها الله سبحانه وتعالى. ومن قضى لأخيه المؤمن شنو؟ حاجة. الله يقول لك حاجة. المحاجة. في مقابل كل واحد. الله سبحانه وتعالى يسهل كثير من القضايا المتعسرات. كثير من القضايا الخاصة المتوقفة التي لا يجد لها حل عند أحد. ما يحصل أحد حلها. لكن هذه الكلمة لأخيه المؤمن الله سبحانه وتعالى يدلل أسبابها فيجعلها تحت متناول يده. شلون حلت القضية؟ تعالوا سلام الله عليه وسلم وربما تسامنا أكثر من مرة إلا عمر الآن 4 سنة فسامنا أكثر من 8 مرات أو أكثر وأكثر. قضية مولانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في قضية لا يقومون الطعام على قومه مسكينا ويتيما وأسيرا. شنو هذا يعني؟ شنو موقف هذا النبي؟ شنو أبي يحيى؟
بعض المفسرين يقولون بزعم الاعمال لانه يقارن اعمال المؤمن باعمال علي بن ابي طالب. يشوفون فيها شبه ولا ما فيها شبه؟ ائمة الناس سلام الله عليهم اجمعين هم قدوات لنا، اسوة لنا في الافعال والاعمال. فقالت سيدتي لما نظرت عليه قال لا سالي وهذه هيئه يحييه، هذا اندفعت ان يكون عند الانسان سعه الصدر بان يتحمل. كنا في ايران قبل شهر فاحد الاصدقاء من المشايخ قال انا اريد أروح إلى مرجع المراجع عندي بعض المسائل الشرعية أسأل فيها ودين تعرف على المراجع خلينا نروح لها ورحنا قعدنا أخذ يسأل سؤال وهم في راجع على المراجع بتعرف هاي مسائل بيوت المراجع بعض المراجع شوية منهم أو اللي إياهم آخر من الإنسان إذا المسألة أو سألت الجواب مرة ثانية ما أدري هذا لا يناقش أخ الساعة قبل الأذان. قال مولانا ما صلى الساعة دي بعد الصلاة نجي. قال بعد الصلاة الساعة كذا تعب ورحنا أيضا وقعدنا بدال ساعة ساعة ونص. شوف هذا النفس عند المراجع هو نفس اللي اهل البيت عليهم السلام كانوا يتعاملون به مع الناس. نفس الناس كانوا قدره تعامل. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يخطب في المسجد وكان بعض الاعراب منبطحين على ركونهم ها لكن هناك قوة من التحمل، قوة من سعة الصدر. أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عائشة تقول هي نفسها ما شرع رسول الله ثلاثة أيام متواليات. ثلاثة أيام على بعضها ما شرع رسول الله. يعني كل شيء في الآخرين خدماته كلها في الآخرين يعيش الناس، وهذا هو المطلوب أن يعيش الإنسان للناس مو يعيش لنفسه. وأكو كثير من الناس يعيش لنفسه يعيش لنفسه. يسوي له مخرج حتى يخرج من هذا الجهل. رسول الله صلى الله عليه واله علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه الحسن الحسين اهل البيت هذا هو منهج ثقافتنا نحن هي ثقافه خدمه الاخرين. ولازم نخلي عندك ايضا في ضمن المحاور الاساسيه ان للآخرين لا تتوقع أن تكافأ عليها إلا من الله. اطلب الأجر اطلب المثوبة من الله. قال عليه السلام على مسأل الناس يقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا إذا أنا صار عندي زيادة أولاً
تدبر آيات الله في قرآنه تجدون هذا الأمر واضح. اقرأ حالك أهل البيت. الآن أنت عندك تلفونات المبرمجة الآن على أي مكتبة تطلع، على أي قضية ثقافية تريد تتدقق، تستطيع وأنت جالس مجموعة وافرة من أحاديث أهل البيت في هذا الجانب أو ذلك الجانب. إحنا أغنياء، بس مشكلتنا حالة الأنانية هي اللي جاية من خلال الثقافة المنشورة في التلفاز وخلال التلفاز تبعدنا عن ثقافة أهل البيت. وأهل البيت كلهم عطاء وكلهم خدمة وكلهم تفاهي من أجل الآخرين. وإلا الإمام الحسين كان بإمكانه أن يجلس في المدينة وهي قضية. كان الإمام الحسين أيضا بإمكانه أن يخرج إلى أي منطقة من المناطق الواسعة وينهى بنفسه عن يزيد وأعوان يزيد، لكن الحسين يأبى دينه وتأبى نفسه إلا أن يكون للآخرين. فعلا هكذا كان الحسين قدم الصغار وقدم الشباب وأخذ معه النساء والأطفال. يسأل أبا عبد الله إذا أنت عندك معرفة وعلم أنك خالد للقتل للموت فما حملك هؤلاء النسوة؟ سم عام من رايح للمعركة، ليش ما أخذ الأطفال؟ ليش ما أخذ النساء؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. فكر أهل البيت هكذا، حتى لو وياهم يخلون الليل يكون بهذا الجو. فعلا الإمام الحسين سلام الله عليه خرج وهو يعز عليه أن يخرج من مدينة جدة، يعز عليه لكن خرج ومضى إلى أرض مصرعه ومدفنه، وهناك وقفت لها الملائكة إجلالا إكبارا. نزلت الملائكة لأن الحسين أخلص نيته لله، فالله سبحانه وتعالى مده بالمدد، ولكنه أبى إلا أن يستقرده وحده من هذا. إيش لك درجة لا تنالها إلا بشيء آخر. وكلما سقط شهيد ازداد أبو عبد الله الحسين تلألؤا وقوة ورباطة جيش. كان يهجم على الأعداء هجمة إنسان متفانٍ بالله سبحانه وتعالى. وبقي ثلاثة أيام ألا والله كربلاء زينب عزيز عليها أن ترى أخاها الحسين وهو مضرة بدمه. تقول بعض الروايات أن أعداء الحسين أرادوا أن يحرقوا قلوب نساء الحسين وقلب زينب، فمروا بالنساء السبايا على جثث القتلى، فلما رأينا النساء تلك الجثث الطوارئ على بوغاء كربلاء
جمعت الحاضرين حقا لله
لأنفسهم ومن يقومه بهم. المؤسسون تقدم أعمالهم، أحفظهم لأنفسهم ومن يقومه بهم، وإلا